الشاعر المحترم رمزي بشارة، كنت متوقع الزيارة دي؟ بصراحة كنت متوقع، كنت متوقعها ليه؟ يعني السيسي معلم، يعني مش مجرد، يعني هو قدر يدخل قوي قلوب المصريين كلهم بمختلف طوائفهم، وهو من البداية يعني قدم لنفسه ان هو رئيس لكل المصريين، مش رئيس الاهل والعشيرة، يعني مش بتاع قصدك ايه بالظبط. يعني في اختلاف تام بين مرسي وبين السيسي. مرسي راح الكاتدرائية قبل ايام الانتخابات، بعد كده مفتي الجماعه قال لا، يعني التهنئه باعياد الكريسماس والقيامه وبتاع حرام. فلكن هو يعني كسب النهارده كل قلوب الاقباط المصريين المصريين طبعا، هو قبطي يعني مصري.